مشاهدي بين سبورتس في كل مكان، اسعد الله مساءكم بكل خير، مرحبا اهلا وسهلا بكم الى ملعب الملك بودوان بمدينه بروكسل في بلجيكا، ومباراة المنتخب البلجيكي مع المنتخب الوطني التونسي. هذه المباراة الودية الدولية التي تأتي أياما قليلة قبل انطلاق العرس العالمي في البرازيل 2014. المنتخب التونسي اليوم يلعب بالتشكيلة التالية: فاروق بن مصطفى في حراسة المرمى، ياسين المكاري، أيمن عبد النور، صيام بن يوسف، بلال المحسني، حسين ناطر، زهير الضوادي، خالد القربي، عصام جمعة، حمزة المثلوثي، وفخر الدين بن يوسف. هذا بالنسبة للمنتخب التونسي الذي يدربه ابن البلد، وأقصد ابن البلد التي تحتضن هذه المباراة، ابن بلجيكا، المدرب الجديد للمنتخب التونسي جورج ليكينز. هذا المدرب الذي يبلغ من العمر 65 سنة، بينما من الناحية الأخرى مارك فيرموت هو الذي يدرب منتخب بلجيكا، الذي يغير اليوم في تشكيلته الأساسية عن آخر مباراة ودية لعبها، يغير بعض الشيء ولكن يحتفظ بالعناصر الركائز الأساسية في هذه التشكيلة بالنسبة للمنتخب البلجيكي. وانطلاق هذه المباراة التي كما قلت تقام هنا في ملعب الملك بودوان وبإشراف وإدارة حكم مجري هو فيكتور كاساي. إذن انطلاق هذه المباراة بين بلجيكا وتونس، مباراة هامة للبلجيكيين باعتبارها من المواعيد التي سيختبر فيها هذا المدرب مارك فيرموت، يختبر فيها هذه التشكيلة التي يريد تحضيرها وإعدادها لكأس العالم في البرازيل، وهو الذي يلعب ضمن المجموعة التي نجد فيها المنتخب العربي الوحيد، الممثل العربي الوحيد للعرب، وهو الجزائر، كذلك روسيا وأيضا كوريا الجنوبية. وتشكيلة بلجيكا اليوم: كورتوا في حراسة المرمى، كومباني، فان بويتن، فيرتونغن، ألدر فيردل، ومحاولة أولى ولكن الدفاع التونسي يتدخل هنا أمام اللاعب ميرالاس. قلت إذن ديمبلي، فليني، ديفور، إيدن هازار، مايسترو هذا الفريق، وأوريجي. إذن هذه هي التشكيلة البلجيكية وركنية للمنتخب البلجيكي، ركنية من ميرالاس، ولكن الكرة تعود من حيث أتت، ومرة أخرى والتصويبة هذه المرة، ولكن هذه التصويبة فوق المرمى من الكابتن، كابتن منتخب بلجيكا، وهو اللاعب فانسون كومباني، لاعب نادي مانشستر سيتي، 28 سنة لهذا المدافع الطويل القامة، متر وواحد وتسعين سنتيمتر. مارك فيرموت لاعب سابق في منتخب بلجيكا، سابقة للمنتخب التونسي أن واجه فيرموت، مارك فيرموت كلاعب كنجم للمنتخب البلجيكي، وذلك في مباراة رسمية، مباراة هامة كانت في إطار كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، تحديدا في 10 يونيو 2002. تونس التقت مع بلجيكا وانتهت المباراة بهدف لهدف في إطار كأس العالم نهائيات المونديال. ومارك فيرموت هذا الذي أمامكم، صاحب الهدف البلجيكي الوحيد في تلك المباراة التي انتهت بهدف لهدف، سجل وقتها رؤوف بوزيان الهدف الأول لتونس من ركلة حرة مباشرة، وعدل بعدها مارك فيرموت في تلك المباراة، وكان فيرموت وقتها قائدا للفريق ويحمل الفانيلا رقم 7 في تلك المباراة التي دارت في مدينة أويتا اليابانية. المكاري يتدخل، جورج ليكينز أمامكم المدرب الجديد للمنتخب التونسي 65 سنة، يخلف رود كرول بعد تلك المرحلة الانتقالية التي عاشتها الكرة التونسية.
نتمنى أن تنتهي المراحل الانتقالية في تونس حتى تستقر الأوضاع. كرة تبقى للمنتخب التونسي، ركلة مرمى بعد خروج هذه الكرة. ياسين المكاري أمامكم هو الذي أبعد هذه الكرة، لاعب نادي لوسيرن في سويسرا، 31 سنة. بينما مارك بيلموت وقوفه تفاعله مع المباراة، هو لمدرب ينتظر بشوق كأس العالم، لمدرب يريد الإطمئنان على جاهزية فريقه قبل كأس العالم. فليني لعب هذه الكرة تذهب إلى وسط الملعب الآن هذه الكرة، وتبقى للمنتخب التونسي، ولكن طويلة هذه الكرة، طويلة من أيمن عبد النور لاعب نادي موناكو، ابن النجم الرياضي الساحلي سابقا ولاعب نادي تولوز الفرنسي سابقا. وهذه إشارة إلى النجم الرياضي الساحلي، وكأنها إشارة لأيمن عبد النور الذي لعب في النجم الرياضي الساحلي، ويبقى حبه الأول النجم الرياضي الساحلي. يقال دائما كم منزل يدخل الفتى، ولكن حنينه يبقى لأول منزل، وتعرفون مكانة أول منزل سواء على جميع الأصعدة الكروية أو الحياتية أو غير ذلك. 5 دقائق في هذه المباراة، الكرة تذهب الآن للحارس فاروق بن مصطفى الذي يمنح الفرصة مع جورج ليكينز ليكون الحارس الأول، حارس النادي الرياضي البنزرتي. وكرة للمنتخب التونسي، وتصويبة، تصويبة من اللاعب حمزة المثلوثي، 21 سنة لحمزة المثلوثي، يتقدم ويسدد، والحارس البلجيكي يأخذ هذه الكرة. تيبو كورتوا حارس الأتلتيكو مدريد، موسم لا ينسى للأتلتيكو مدريد مع الأرجنتيني المناضل المحارب المقاتل أيام زمان حينما كان لاعبا دييغو سيميوني. لذلك جاء فريق أتلتيكو مدريد بسمات دييغو سيميوني هذا الموسم، سواء في الليغا الإسبانية أو في دوري الأبطال، وقدم موسما استثنائيا في الكرة الإسبانية والأوروبية. تماس للمنتخب التونسي، المثلوثي سيلعب هذه الكرة، كرة طويلة للمثلوثي، من المثلوثي إلى الأمام، والكرة الآن تعود للمنتخب البلجيكي، كرة تعود عند فيرتونغن أمامنا، فيرتونغن الذي يأخذ مكان توماس فيرميلان الذي لعب المباراة الودية الأخيرة. وأيمن عبد النور يقوم بالتغطية اللازمة، والحكم المجري يأمر باستمرار اللعب. كرة تذهب للمنتخب التونسي عند فخري بن يوسف، ضاعت عن فخر الدين بن يوسف، تعود إلى فيرتونغن إلى إيدن هازار المايسترو الفنان في منتخب بلجيكا لاعب تشيلسي. كرة تعود مرة أخرى للمنتخب البلجيكي، تذهب إلى ألدر فيرد يلعب هذه الكرة إلى الوراء إلى كومباني إلى فيرتونغن إلى الأمام الآن، والكرة تبقى بلجيكية، وانطلاق الآن وتصويبة، وفي الدفاع صيام بن يوسف يبعد هذه الكرة، وتعود الكرة مرة ثانية للمنتخب البلجيكي عند إيدن هازار يغير الكرة إلى الناحية الأخرى عند اللاعب ألدر فيرلد. ألدر فيرلد إلى الوراء، كومباني فيرتونغن إلى الأمام الآن، تذهب في اتجاه إيدن هازار، تمريرة من إيدن هازار، 1-2، وإيدن هازار يصوب، والدفاع التونسي عن طريق اللاعب المحسني يبعد هذا الخطر، والكرة تونسية. هذا أمامكم اللاعب موسى ديمبلي لاعب وسط ميدان يلعب في فريق توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، 26 سنة من العمر، 56 مباراة دولية مع المنتخب البلجيكي، اليوم المباراة 57، وسجل 5 أهداف.
مرة أخرى كرة تعود للمنتخب البلجيكي في بداية هذه المباراة. جماهير غفيرة في ملعب الملك بودوان، الملعب الذي كان يعرف سابقا بأنه ملعب هايزل، وشهد كارثة إنسانية رياضية إذا أمكن أن أقول في نهائي دوري الأبطال، دوري أبطال أوروبا أيام زمان، أيام ميشيل بلاتيني وبونيه في اليوفنتوس، حينما لعبوا الدور النهائي أمام ليفربول وكان هناك 39 مشجعا توفيوا في هذا الملعب وتقريبا 600 جريح إثر كارثة جماهيرية في ملعب هايزل. على فكرة الملعب يعني كان يسمى سابقا بملعب المئوية من عام 1930 حتى 46، ومن 46 حتى 95 ملعب هايزل، وبعدها سمي ملعب الملك بودوان بعد أن أجريت عليه تحسينات وتجديدات كبيرة جدا. كرة بلجيكية ولكن استماتة تونسية، والحكم المجري يعلن عن خطأ لإيدان هازار، قد يكون خطأ خطير على المرمى التونسي. هذا هو اللاعب إيدان هازار، إمكانيات فنية كبيرة ونهاية موسم فيها بعض عدم الاتفاق إذا أمكن أن أقول، والمناوشات الكلامية مع مورينيو في تشيلسي، ولكن يبقى إيدان هازار قيمة ثابتة. هذه الكرة تبعد 29 متر عن مرمى المنتخب التونسي، كرة قد تكون خطيرة للبلجيكيين. فاروق بن مصطفى ابن عاصمة الجلاء بن زرت يستعد لهذه الكرة، مارك فيلمو أمامكم، والكرة سينفذها هذا اللاعب ميرايس، ولكن الكرة من ميرايس والحارس يتصدى فاروق بن مصطفى. هناك بعض الرذاذ وبعض الأمطار الخفيفة هنا على ملعب الملك بودوان، والكرة تذهب للمنتخب البلجيكي. تعود هذه الكرة للمنتخب البلجيكي، يحاول أن ينظم صفوفه من جديد كومباني، يلعب هذه الكرة إلى إيدان هازار. إيدان هازار، دائما إيدان هازار، تغيير كل اللعب إلى الناحية الأخرى حيث ألدر فيريلد. مرة أخرى الكرة لفائدة ديفور، ديفور يلعب هذه الكرة إلى ديمبلي، ديمبلي إلى أوريجي، والكرة تبقى للمنتخب البلجيكي، تبقى للمنتخب البلجيكي، وانتشار جيد في الدور الدفاعي للمنتخب التونسي. لاحظوا الصورة أمامكم، هناك ستار في وسط الملعب للمنتخب التونسي والحائط الدفاعي كذلك، وانتشار جيد، ولذلك يلعب المنتخب البلجيكي على الأجنحة ويحاول المرور، لكن تغطية ممتازة من أيمن عبد النور، وكرة أيمن عبد النور مقطوعة الآن مرفوعة، والكرة تذهب إلى الركنية. ركنية لمصلحة المنتخب البلجيكي. 12 دقيقة لعب في هذه المباراة الدولية الودية. تأتي هذه المباراة بعد فوز تونس على كوريا الجنوبية في سيول بالذات بهدف للا شيء سجله زهير الذوادي في الدقيقة 44 من تلك المباراة الودية الأخيرة، والتي كانت الموعد الأول لجورج ليكينز مع نصور قرطاج. ركنية للمنتخب البلجيكي، يبعد الكرة بلال المحسني، تعود الكرة للمنتخب التونسي، أيمن عبد النور، أيمن عبد النور إلى الأمام، فخر الدين بن يوسف، فخر الدين بن يوسف ينطلق الآن، ابن النادي الرياضي الصفاقسي ينطلق، فخر الدين بن يوسف كرة جميلة تمر بسلام على المرمى البلجيكي، لكن سرعة فخر الدين بن يوسف صنعت الفارق، ولكن لم يتم استغلال هذه الكرة. لو كان هناك اللاعب الثاني على خط منطقة الجزاء لكان لهذه الكرة شأن آخر. بداية تونسية والفرصة الحقيقية الأولى في المباراة تحمل ألوان الخضراء، تونس الخضراء. 13 دقيقة لعب في هذه المباراة الودية التي هي أشبه بمباراة دولية رسمية، نظرا لأن المنتخب البلجيكي يجهز في أموره لكأس العالم، ومنتخب تونس كذلك يجهز ويستعد لكأس أمم إفريقيا 2015 ولتصفيات هذه الكأس التي تنطلق في سبتمبر المقبل، وبالتالي لابد من الإعداد الجيد
لهذه المواعيد. نعلم أن تونس ستلعب في مجموعة فيها مصر والسنغال، والكرة بلجيكية، كرة بلجيكية، تصويبة من أوريجي، تصويبة من المهاجم أوريجي الذي يأخذ مكان روميلو لوكاكي الذي لا يلعب أساسيا اليوم. بن مصطفى مرة أولى، بن مصطفى مرة ثانية، والمنتخب البلجيكي هنا عن طريق مهاجمه الشاب ديفوك أوريجي يسدد، ولكن فريق فاروق بن مصطفى يأخذ هذه الكرة. أوريجي لاعب نادي ليل الفرنسي. هذا في اللين أمامكم لاعب وسط الميدان مروان في اللين، 26 سنة من العمر، لاعب مانشستر يونايتد، 1.94 متر، إمكانيات بدنية ممتازة لهذا اللاعب البلجيكي. منتخب بلجيكا ربما يكون من المفاجآت السارة في مونديال البرازيل 2014. والكرة بلجيكية، وأوريجي مرة أخرى، أوريجي ولكن فوق مرمى فاروق بن مصطفى. بدأ أوريجي يتحرك. أمامنا بعض الاحتياطيين في هذه التشكيلة البلجيكية، شاهدنا لوكاكو، أمامنا شادلي، سيمان، أيضا مينيولي، فيرميلن، وفاندن بور، وميرتنز. هؤلاء هم أبرز الاحتياطيين اليوم في التشكيلة البلجيكية. كرة إلى ياسين البيكاري، ياسين البيكاري إلى الأمام لكن بعيدة عن عصام بن جمعة، أو عصام جمعة، بعيدة عن عصام جمعة الهداف التاريخي للمنتخب التونسي. عصام جمعة معروف عنه أنه قد يسجل أهدافا مستحيلة، ولكنه قد يهدر أهدافا سهلة مثل شرب الماء. هكذا هو عصام جمعة، ولكن مهما قيل عن عصام جمعة يبقى الهداف التاريخي للمنتخب التونسي. 82 مباراة دولية لهذا اللاعب و36 هدفا. وحين نذكر الهدافين في تونس لابد أن نذكر عز الدين شقرون، لابد أن نذكر محمد العقيد، لابد أن نذكر نجوم كبار للكرة التونسية. بينما هجمة بلجيكية، وعبد النور يتصدى لهذه الهجمة ولإيدان هازار، وتذهب الكرة إلى الميكاري، الميكاري يخرج هذه الكرة باتجاه زوير الذوادي، تبتعد عن ابن النادي الإفريقي وتذهب باتجاه المنتخب البلجيكي. 0-0 النتيجة حتى الآن. مباراة تحت الأمطار في ملعب الملك بودوان، جماهير غفيرة، ولكن هناك أعداد من الجماهير التونسية، من الجالية التونسية في بلجيكا التي انتقلت إلى بروكسل لمشاهدة هذه المباراة. وكرة طويلة، ولكن مثل ما نلاحظ بن مصطفى حتى الآن يؤدي مباراة جيدة ويأخذ هذه الكرة، والأمطار تصبح غزيرة أكثر الآن. اللياقة البدنية الآن هي التي سيكون دورها متزايد في هذه المباراة مع هذه الأمطار. كذلك اللاعبين الفنانين، اللاعبين اللي عندهم المهارات الفنية سيتعبون أكثر من الآخرين، لأنه مثل هذه الأمطار ومثل هذه الأرضيات المبللة والتي تثقل على أرجل اللاعبين بعد ذلك ستقلق وتزعج كثيرا اللاعبين المهاريين أصحاب الفنيات. تعود الكرة للمنتخب البلجيكي. أنا كل الطقس في البرازيل سيكون مختلفا. البرازيل بشواطئ كوبا كابانا وب 12 مدينة تنتظر، وبكلام كثير عن بعض الملاعب التي جهزت أم لم تجهز، وأيضا كلام كثير عن زحمة السير وعن المظاهرات المناهضة لكأس العالم وعن المسافات الطويلة، وخاصة للذين سيلعبون مباريات في منطقة الأمازون الجميلة جدا وفي مدينة ماناوس. وفي كل الحالات المدن البرازيلية تتأهب تستعد، والجماهير البرازيلية عندما توضع الكرة في منتصف الملعب فإنها ستكون عاشقة لكرة القدم
ووقتها لن يعلو لحن وموسيقى فوق موسيقى السامبا المعروفة في البرازيل. تعود الكرة مرة ثانية للمنتخب التونسي، الميكيري، عبد النور يتابع ولكن الكرة تبقى للمنتخب البلجيكي عند ديفور. ديفور يلعب هذه الكرة إلى الأمام الآن، تغيير كلي للعب، تذهب الكرة إلى ألدر فيرلد وضربة رأسية من الفلايني، ولكن بن مصطفى متمركز جيدا يأخذ هذه الكرة. فاروق بن مصطفى 24 سنة، متر وواحد وتسعين سنتيمتر، قام جيدة بالنسبة لحارس مرمى، ولا زال في مسيرة فاروق بن مصطفى الكثير من سنوات العطاء. نعلم جميعا بأنه في حراسة المرمى يمكن للحارس أن يبقى سنوات وسنوات. أكبر دليل على ذلك الإنجليزي بيتر شيلتون، وما أدراك ما بيتر شيلتون، الذي أنهى مسيرته بعد الأربعين، وكذلك المثل الذي يعرفه الجميع أكثر من غيره هو الحارس الإيطالي دين زوف، والذي توج بكأس العالم في 12 يوليو 82 في ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد على حساب المنتخب الإسباني بثلاثة أهداف كاملة، ثلاثة أهداف كاملة سجلها روسي وتارديلي وكذلك ألتوبيلي، جعلت الإيطاليين يتوجون وجعلت دينو زوف القائد الذي يتوج وعمره 40 سنة كاملة. هناك مناوشة بين ميرالاس وكذلك زهير الضوادي أمامنا، ولكن الحكم يتدخل. هناك أيضا لقطة بين خالد القربي واللاعب إيدن هازار، ويد خالد القربي ذهبت إلى وجه إيدن هازار. خالد القربي لاعب الوسط المقاتل. كرة تعود للمثلوثي، حمزة المثلوثي يلعب الكرة إلى فخر الدين بن يوسف، فخر الدين بن يوسف إلى أيمن عبد النور، أيمن عبد النور في وسط الملعب الآن، كرة للمنتخب التونسي، أيمن عبد النور، أيمن عبد النور إلى الوراء، أيمن عبد النور، حسين ناطر، حسين ناطر يلعب هذه الكرة إلى بلال المحسني، بلال المحسني إلى الأمام، زهير الضوادي، زهير الضوادي وكرة يتفطن لها الدفاع البلجيكي وتعود للمنتخب البلجيكي. أكثر من 21 دقيقة لعب في هذه المباراة حتى الآن، بعض الفرص، أمطار، وأيضا انتشار جيد للمنتخب التونسي مثل ما نشاهد في الدور الدفاعي، والمنتخب البلجيكي يجد صعوبة في إخراج الكرة وفي الاقتراب من منطقة الجزاء التونسية، ويكتفي بالتسديد من بعيد مثل ما حصل مع اللاعب أوريجي صاحب 19 سنة نجم نادي ليل الفرنسي. فان بويتن لاعب البايرن ميونخ إلى لاعب المانشستر سيتي كومباني، كومباني يلعب هذه الكرة إلى فيرتونغن، فيرتونغن إلى الأمام، والدفاع التونسي يتدخل، يضع الكرة فخر الدين بن يوسف أمام فيرتونغن، يضع الكرة في التماس. بعض الثلوج، وجورج ليكينز هذا المدرب الذي يريد أن ينجح في تونس، تونس نجح مع بعض المدربين الأجانب ولكن النجاح الكبير كان لأبناء البلد، لابد أن نعترف بذلك، النجاح الكبير كان لأبناء البلد. يعني حين نتحدث عن السنوات الأخيرة ربما كاسبر تشاك وروجي لومير، روجي لومير المدرب الفرنسي، يبقيان المدربان اللذان نجح في تونس من الأجانب بعد ما نجح في تونس أبناؤها، الكابتن عبد المجيد الشتالي الذي نحييه من هنا، كذلك الكابتن توفيق بن عثمان في الألعاب الأولمبية عام 88، عبد المجيد الشتالي في الأرجنتين عام 78، معه كان توفيق بن عثمان،
ويبدو أن الحكم يأمر اللاعبين بالدخول إلى غرف الملابس، وستتوقف المباراة لأن الثلوج أصبحت مثل ما نشاهد مشهدا واضحا في هذه المباراة هنا على أرضية ملعب الملك بودوا. الظروف الطبيعية إذن تأتي لتوقف هذه المباراة، والقرار يتخذه الحكم فيكتور كاساي المجري. النتيجة 0-0. أعتقد أننا سنذهب إلى فاصل، وإذا ما عادت المباراة إلى اللعب فإننا سنعود على قناة بي إن سبورتس. أمطار غزيرة وثلوج تتدخل لتتوقف مباراة تونس وبلجيكا الودية هنا في هذا اليوم 7 يوليو 2014، قبل 5 أيام من انطلاق كأس العالم في ساو باولو في مباراة البرازيل وكرواتيا. أحبتي الكرام، جماهير بي إن سبورتس، سنذهب إلى فاصل ثم نعود بعد ذلك إذا ما عادت هذه المباراة بين تونس وبلجيكا، ونتمنى ذلك لمتابعتها والاستمتاع بما سيقدمه الفريقان. مشاهدي بي إن سبورتس في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير من جديد. مرحبا أهلا وسهلا بكم إلى المباراة الدولية الودية بين بلجيكا ومنتخب تونس هنا في بروكسل وفي ملعب الملك بودوان. كانت النتيجة التعادل 0-0 بين الفريقين بين المنتخبين، ولا زالت كذلك، ولكن بعد هطول هذه الثلوج بشكل غزير اتخذ حكم المباراة المجري فيكتور كاساي اتخذ القرار بإيقاف المباراة. توقفت المباراة، والآن مع ابتسامة جورج ليكينز مدرب المنتخب التونسي والذي كان المدرب السابق لمنتخب بلجيكا وخلفه في هذا المنصب مارك فيلموت المدرب الحالي لمنتخب بلجيكا، مع ابتسامة إذن جورج ليكينز في بلده ومع دخول لاعبي الفريقين، نعود إلى هذه المباراة وأمامكم منتخب بلجيكا وكذلك منتخب تونس يقومان بالحركات الإحمائية استعدادا لتواصل المباراة، لعودة المباراة. حكم هذه المباراة المجري فيكتور كاساي صاحب 38 سنة من العمر، الذي أدار نهائي الشامبيونز ليج عام 2011 لما فاز فريق برشلونة الدريم تيم في عصره الذهبي وفي قمة عطائه على مانشستر يونايتد في لندن في الوامبلي ب3 أهداف لهدف واحد. كان حكم المباراة هو هذا الرجل الذي يقف أمامكم، المجري الذي كذلك حكم 4 مباريات في كأس العالم 2010. نستعد إذن لعودة المباراة. أذكر بتشكيلة المنتخب التونسي وكذلك تشكيلة المنتخب البلجيكي. صاحب الأرض والجمهور والجماهير استمتعت بفترة توقف المباراة، بعضها نزل إلى أرضية الملعب، بينما بعض اللاعبين الاحتياطيين التونسيين أخذوا صور تذكارية لهذه الوضعية، وضعية هطول الثلوج في هذا الملعب، ملعب الملك بودوان الذي كما قلت ملعب شهير
ملعب احتضن عام 85 نهائي دوري الأبطال بين اليوفنتوس وفريق ليفربول الإنجليزي، وهو ملعب تم افتتاحه في 23 من أغسطس عام 1930، وكان يعرف بملعب المئوية ثم بملعب هايزل. في هذا الملعب هنا اليوم في 7 يونيو 2014، 5 أيام قبل انطلاق كأس العالم بالبرازيل، تتوقف مباراة تونس وبلجيكا الودية. هناك فترة ما قبل هطول الثلوج، وسنؤرخ لهذه المباراة، سنقول الفترة ما قبل نزول الثلوج والفترة ما بعد نزول الثلوج في هذه المباراة الودية الدولية. المنتخب التونسي الذي يأتي إلى بلجيكا بمعنويات جيدة بعد الفوز على منتخب كوريا الجنوبية المنتخب المونديالي بهدف للا شيء، يلعب اليوم بفريق بن مصطفى في حراسة المرمى، ياسين المكاري، أيمن عبد النور، صيام بن يونس، بلال المحسني، حسين ناطر، زهير الذوادي، خالد القربي، عصام جمعة، حمزة المثلوثي، وفخر الدين بن يوسف. يدرب الفريق جورج ليكنز في ثاني مباراة مع المنتخب التونسي وفي بلده بلجيكا. من ناحية المنتخب البلجيكي، كورتوا في حراسة المرمى، كومباني، فان بويتن، فيرتونغن، ألدر فيرالد، ديمبلي، فليني، ديفور، إيدن هازار، ميراليس، وأوريجي. ننتظر إذن ضربة البداية للوقت المتبقي في هذا الشوط الأول، وهذه أقدام اللاعبين تستعد بهذه الحركات الإحمائية، لأنه بعد هذا التوقف سلامة اللاعبين ستصبح هاجس المدربين وهاجس كل المسؤولين عن هذين المنتخبين التونسي والبلجيكي. والإحماء يكتسي أهمية بالغة بعد توقف المباراة في هذه الظروف. أذكر بأن تونس وبلجيكا سبق لهما أن التقيا في الدور الأول من نهائيات كأس العالم 2002 في اليابان وكوريا الجنوبية، يومها في 10 من يونيو 2002، فيلموت المدرب الحالي للمنتخب البلجيكي سجل هدف التعادل في مرمى علي بومنيجل، بينما كان روف بوزيان قد سجل الهدف الأول وافتتح التسجيل بركلة حرة مباشرة، تبقى ذكرى جميلة بالنسبة لروف بوزيان ومن أجمل الأهداف التي سجلها المنتخب التونسي في تاريخه المونديالي، إضافة للثلاثة أهداف التي تبقى في ذاكرة التونسيين جميعا بصوت الزميل الراحل نجيب الخطاب، وبجول وبهدف نجيب الخطاب كما قال في ذلك الوقت إيليه. ووقتها التونسيون جميعا شاهدوا تلك المباراة والأهداف التاريخية لمنتخب تونس أمام المكسيك في روزاريو في موقع انتهت بثلاثة أهداف لهدف سجل يومها علي الكعبي الذي نحييه، نجيب غميض رئة وسط الميدان واللاعب اللي قدم مباراة جميلة جدا في ذلك اليوم، أعطى الهدف الثالث لزميله الجناح، أقول الجناح وهو ظهير أيمن، ولكن في تلك اللقطة كان جناحا طائرا قادمة من صفاقس، واكتسح قلوب التونسيين بذلك الهدف الثالث. المختار ذويب الذي نحييه كذلك، والهندسة الكروية التونسية في ذلك اليوم كانت للكابتن الشهير عبد المجيد الشتالي الذي لعب بخطة فاجأت المكسيكيين الذين كانوا قد استسهلوا المنتخب التونسي، وعبد المجيد الشتالي في شهادة لبيين سبورتس في مباراة عن مباراة المكسيك وتونس في روزاريو في 78، قال الكثير في برنامج شاهد على كأس العالم عن تلك المباراة. تحدث الكابتن عبد المجيد شتالي لمدة ساعة من الزمن، تحدث عن أسرار تلك المباراة وكيف قلبت تلك المباراة نظرة العالم إلى الكرة الإفريقية، ومن ذلك المونديال كان الفوز التونسي كما كتب الزميل الراحل عدنان بوذو، كتب يقول تونس صيحة العربي في الأرجنتين، وكانت صيحة مدوية، وأصبح لإفريقيا 5 أماكن بعد ذلك في كأس العالم. ثم جاءت الإنجازات والأهداف التاريخية والانتصارات التاريخية
مع الجزائر أمام ألمانيا الغربية في 82، مع التألق السعودي عام 94 والدور الثاني وهدف سعيد لعويران في المرمى البلجيكي بهدف سمي بعده ولقب بعده سعيد العويران بمارادونا الصحراء، وكذلك عام 86 عشنا المغامرة الناجحة للبدو الزاكي وبودربالا وغيرهم من نجوم المغرب الشقيق والدور الثاني، والمغرب وقتها تأهل إلى الدور الثاني بعد هدفين لخيري في المباراة الأخيرة في الدور الأول، ولكن المنتخب الألماني كان بالمرصاد لهذه الطموحات المغربية لتنتهي المسيرة في الدور الثاني بالنسبة للمنتخب المغربي الشقيق. هذه أفضل لحظات العرب في المونديال، ننتظر ضربة البداية. الطقس والمناخ هنا في هذه المباراة يذكرنا ربما بما قد يكون عليه الوضع في مدن كأس العالم، في ريو دي جانيرو، في ساو باولو، في كوريتيبا، في بورتو أليغري، في كل هذه المدن، ريسيفي، فورتاليزا، ماناوس، كويابا، برازيليا، المدن الاثني عشر، كذلك لا ننسى بيلو هوريزونتي وسلفادور، كل هذه المدن الطقس فيها حاليا في البرازيل يتراوح بين 22 إلى 28 أو 29 درجة، مع توقع في هذا الفصل من السنة لبعض الأمطار والسحب، ولذلك فإننا نقول بأن السيناريو قد يعاد، قد تشاهده في البرازيل في مدينة الماء، سواء في أدغال الأمازون في مناوس أو على السواحل في ريسيفي وفي سلفادور وفي فورتاليزا الجميلة. وهذه أبرز اللحظات وأبرز الفرص في الشوط الأول، أبرز الفرص التي مرت كانت كرة جميلة من فخر الدين بن يوسف، لكن المهاجم لم يكن موجودا وبالتالي مرت بسلام على المرمى البلجيكي. البلجيكيون ميراليس أمامنا وزملائه اكتفوا بالتصويب من بعيد، وستعود الكرة الآن إلى اللعب في هذه المباراة عن طريق هذا الحكم المجري فيكتور كاساي. وحينما نذكر المجر نذكر الجيل الذهبي للمجر في نهائيات كأس العالم في الخمسينيات وفي الألعاب الأولمبية، مع كل من كوسيتش وخاصة الراحل الكبير والنجم الكبير للكرة المجرية الهنغارية بوشكاش، نجم الريال مدريد أيام دي ستيفانو وخنتو وغيرهم من نجوم القلعة البيضاء. ننتظر إذن ضربة البداية من جديد وضربة العودة إلى هذه المباراة الودية. كما قلت الحارس تيبو كورتوا أمامكم، 22 سنة، متر و94 سنتيمتر. مباراة اليوم هي المباراة رقم 17 في مسيرته مع منتخب الشياطين الحمر، هكذا هو لقب منتخب بلجيكا، بينما نسور قرطاج هو لقب أبناء الخضراء، ونتمنى أنهم في القريب العاجل يستعيدون تحليقهم العالي ويستعيدون توازنهم ويستعيدون عافيتهم ويسعدون الجماهير التونسية التي هي بحاجة إلى الفرحة أكثر من أي شيء آخر الآن مع هذا المنتخب الوطني في شكله الجديد مع جورج ليكينز البلجيكي. انتظر ضربة البداية إذن، وسننطلق بالوضع السابق مثلما كانت الكرة ركنية للمنتخب البلجيكي قبل هطول هذه الثلوج وتوقف المباراة. نعود مع هذه الركنية ومع اللاعب كيفان ميراليس لاعب فريق إيفرتون الإنجليزي. 24 دقيقة لعب الآن، والكرة تعود الآن والروح تعود في هذه المباراة، وفي الليل يحاول ولكن الكرة تذهب إلى هزار إلى ميراليس، كرة عرضية أخرى وفاروق بن مصطفى، وهناك خطأ على الحارس التونسي لكن حكم المباراة يعطي الأسبقية. كرة تذهب الآن لخالد القربي، خالد القربي يلعب هذه الكرة، تمريرة خاطئة من خالد القربي، عصام بن جمعة أو عصام جمعة يتابع، والكرة تذهب إلى الحارس كورتوا. كومباني فيرتونغن
إلى الوراء ديفور فان بويتن فان بويتن إلى الكابتن كومباني لاعب المانشستر سيتي المتوج بلقب البريمير ليج هذا الموسم. والكرة تعود مرة ثانية الآن عند أيمن عبد النور. أيمن عبد النور إلى الأمام الآن وتذهب الكرة إلى المحسني. المحسني وفي وسط الميدان حسين ناطر. حسين ناطر إلى المحسني. بلال المحسني. أيمن عبد النور. أيمن عبد النور عصام جمعة. أيمن عبد النور. حسين ناطر. بلال المحسني 26 سنة لاعب الرانجرز. فاروق بن مصطفى إلى الأمام من فاروق بن مصطفى تمر إلى وسط الملعب مروان فليني. فليني يلعب هذه الكرة الآن في وسط الملعب كرة باتجاه ميراليس لكن الدفاع التونسي موجود. أيمن عبد النور حسين ناطر والكرة إلى فاروق بن مصطفى. منتخب التونسي حتى الآن انتشاره جيد على أرضية الملعب ربما ما ينقص نوعا ما هو الإيمان أكثر بالهجوم في هذه التشكيلة التي تنتشر جيدا زمن امتلاك الكرة عند المنتخب البلجيكي ولكن سرعة فخر الدين بن يوسف مثلما لاحظنا في الفرصة الحقيقية الوحيدة للمنتخب التونسي بعد أكثر من 26 دقيقة لعب وكذلك سرعة زهير الذوادي قد تكون صالحة جدا للمنتخب التونسي في الفترات المقبلة من هذا اللقاء. حكم المباراة يتحدث إلى نزار خنفير المدرب التونسي المدرب المساعد لجورج ليكينز. يعرف الفريق جيدا نزار خنفير من الكفاءات التدريبية التونسية. مرة أخرى الكرة تعود للمنتخب البلجيكي كومباني. كومباني يلعب الكرة إلى فيرتونغن. فيرتونغن إلى الأمام إيدن هازار يسقط إيدن هازار والمخالفة حمزة المثلوثي ارتكب الخطأ على نجم تشيلسي الإنجليزي. تلعب الكرة وتعود للمنتخب البلجيكي كومباني إلى ديفور. ديفور في وسط الملعب. ديفور يلعب هذه الكرة إلى الأمام الآن. مرة أخرى كرة لحسين ناطر. خروج موفق من حسين ناطر إلى حمزة المثلوثي. حمزة المثلوثي ينطلق الآن. حمزة المثلوثي يحاول ولكن أمامه فيرتونغن. حمزة المثلوثي يحاول. حمزة المثلوثي إلى فخر الدين بن يوسف ولكن الكرة تبتعد وبالتالي تعود للمنتخب البلجيكي في هذا الوقت من المباراة. دائما الكرة في وسط الملعب يجد صعوبة المنتخب البلجيكي في النفاذ إلى عمق الدفاع التونسي حتى الآن في 28 دقيقة التي مرت من عمر هذا الشوط الأول. يوم فرحة بالنسبة للجماهير البلجيكية عند عودة المباراة منذ حين وقبل عودة اللاعبين. المدرب مارك فيلموت دخل الميدان وحث الجماهير على استقبال لاعبي المنتخب البلجيكي بدعم جماهيري كبير وهو ما كان. فريق يستعد لكأس العالم كل البلد يقف وراءه هكذا علمتنا كرة القدم. ليس كل البلد نصف البلد معه ونصف البلد ينتقد المدرب ونصف البلد ينتقد اللاعبين وهذا ما يحدث في بعض بلداننا العربية. الكل وراء المنتخب حين يستعد. وقت الحساب يأتي بعد ذلك. وقت الحساب يأتي بعد ذلك.
تعود الكرة مرة أخرى إلى أيمن عبد النور، تغطية من أيمن عبد النور، يحاول أيمن عبد النور إخراج الكرة والكرة تمر وتماس للمنتخب التونسي. أمامكم اللاعب كيفان ميرالاس لاعب نادي إيفرتون. مارك فيلموت يتحدث إلى مساعديه. مارك فيلموت عمره 45 سنة، أيام زمان كان يلعب مع أنزو شيفو ومع كولمانس ومع جيريتس ومع غيرهم وفاف وغيرهم من نجوم الكرة البلجيكية، يسمون ذلك العصر عصر الجيل الذهبي بالنسبة للبلجيكيين. لكن ربما هذا الجيل قد يصنع أفضل مما صنع المنتخب البلجيكي في ذلك العهد. هذا أوريجي قلب الهجوم الذي أخذ مكان لوكاكو، ولوكاكو لعب المباراة الأخيرة الودية، بينما هناك خالد القربي والحكم في نقاش يبدو حادا وصارما من الحكم تجاه خالد القربي. ركز على اللاعب يا خالد، التركيز على اللاعب مفتاح النجاح، الحكم اتركه وشأنه، مهما كانت قراراته اترك الحكم وشأنه، ركز على اللاعب، لا تفقد طاقتك ولا تفقد تركيزك. أيمن عبد النور انذار في اللقطة الأخيرة، ركنية لميراليس ولبلجيكا. الآن كيفان ميراليس يرفع هذه الكرة، لكن بن مصطفى موجود، بن مصطفى بقامته الفارعة متر وواحد وتسعين سنتيمتر يأخذ هذه الكرة بكل أناقة ورشاقة. لحد الآن فاروق بن مصطفى يقدم في مباراة جيدة ومحترمة. تعود الكرة للمنتخب البلجيكي، والمنتخب التونسي تراجع كثيرا، ونحن بحاجة لأن نشاهد هذا الأداء الهجومي وهذه الروح الهجومية للمنتخب التونسي. في تونس يعني لفترات طويلة، بقينا ربما لفترات طويلة زمنيا نشاهد المنتخب يدافع أكثر مما يهاجم، ليس له هذه القوة اللازمة للذهاب إلى الأمام، بينما لا بد أن يؤمن بحظوظه دائما، ولا بد أن يؤمن بأنه لا بد أن يسجل ويذهب إلى الأمام إذا ما أراد تنفيذ وتحقيق نتائج إيجابية في الفترة المقبلة. الدفاع مطلوب، ركيزة من ركائز كرة القدم الدفاع الجيد والبناء على الدفاع الصلب، بناء الفريق على انطلاقا من الدفاع مطلوب. بينما أيمن عبد النور في اللقطة الأخيرة مع الحكم المساعد وجورج ليكينز كذلك مع الحكم الرابع، نقاشات جانبية لا تسمن ولا تغني من جوع، لا تسمن ولا تغني من جوع. الحكم يأخذ قراره، قراره ولن يتراجع، لن يتراجع مهما كان القرار، لذلك التركيز على المباراة واللعب أفضل في كل الحالات. تعود الكرة للمنتخب البلجيكي، 33 دقيقة لعب، كرة بلجيكية. المنتخب البلجيكي عاجز عن اختراق المنتخب التونسي والوصول إلى منطقة الجزاء، لذلك يحاول أن يلعب على الأجنحة، ولكن حتى الآن لا يجد الطريق لخلق الفرص الكثيرة أمام المنتخب التونسي. كرة تصل إلى بلال المحسني، دفاعيا المنتخب التونسي يقدم في مباراة جيدة، وكرة تذهب من فخر الدين بن يوسف إلى المثلوثي، المثلوثي يحاول أن يمر، والتماس، التماس المنتخب التونسي. حمزة المثلوثي 21 سنة من العمر، 21 سنة من العمر، يلعب الكرة إلى الوراء إلى بلال المحسني، بلال المحسني في وسط الملعب، خالد القربي، خالد القربي 28 سنة لاعب الملعب التونسي والترجي الرياضي التونسي سابقا، وكانت له تجربة في دولة قطر هنا في دوري النجوم، لعب مع الوكرة والسينية قبل العودة إلى تونس والانضمام للأحمر والأبيض الشهير في تونس النادي الإفريقي. فيلموت يخلف جورج ليكينز، لأنه جورج ليكينز كان مدربا لمنتخب بلجيكا من 2010 إلى 2012، بعد ذلك في 2012 جاء المدرب مارك فيلموت،
جورج ليكنز درب مرتين منتخب بلاده بلجيكا، كانت الأولى في عام 97 وتواصلت حتى عام 99. درب كذلك المنتخب الجزائري ولو أن الفترة يعني كانت قصيرة في 2003، وكانت له تجربة عربية أخرى مع نادي الهلال في عام 2009. حمزة المثلوثي سيلعب هذه الكرة الآن، 35 دقيقة لعب، كرة إلى أيمن عبد النور، أيمن عبد النور ينطلق الآن في وسط الملعب إلى ياسين ميكاري، ميكاري وتمريرة إلى زوير الضوادي، الضوادي إلى أيمن عبد النور، أيمن عبد النور إلى الحارس فاروق بن مصطفى، فاروق بن مصطفى يلعب هذه الكرة الآن إلى زميله بن يوسف، سيام بن يوسف، لكن كرة سيام بن يوسف تذهب إلى التماس، ياسين المكاري يعود إلى الدفاع الآن. 10 دقائق لنهاية الشوط الأول بعد توقف المباراة لوقت طويل ناتج عن هطول الثلوج على ملعب الملك بودوان هنا في مدينة بروكسل البلجيكية، في هذا الملعب الذي يتسع لأكثر من 50,000 متفرج. كرة تبقى للفريق البلجيكي العاجز عن الاختراق، وتعود مرة أخرى هذه الكرة إلى ألدر فيرلد، ألدر فيرلد يلعب الكرة إلى كومباني، كومباني إلى أوريجي، حيازة الكرة 63% للبلجيكيين و37% للتونسيين. كرة مرة أخرى إلى ألدر فيرلد، ألدر فيرلد إلى فان بويتن، بيوتن إلى كومباني، كومباني إلى فيرتونغن، فيرتونغن إلى مروان فليني، مروان فليني إيدن هازار، إيدن هازار في وسط الملعب إلى ديفور، ديفور لاعب الارتكاز يحاول أن يجد المساندة، يلعب الكرة على الجهة اليمنى، ستيفان ديفور لاعب نادي بورتو البرتغالي، وكرة مرة أخرى تذهب إلى إيدن هازار، ولكن أمام إيدن هازار حسين ناطر الذي يقدم في مباراة جيدة في وسط الملعب، 30 سنة من العمر، لاعب فريق سانت غالين السويسري، وكرة لكيفان ميرالاس، ولكن هذه الكرة لا يستغلها أوريجي وتذهب الكرة إلى ركلة مرمى للمنتخب التونسي. لاحظوا كيفان ميرالاس يلعب هذه الكرة، ولكن أوريجي وجد أمامه اللاعب التونسي صيام بن يوسف ليزعجه في هذه اللقطة، وبالتالي لا يستطيع أن يصوب بالراحة الكافية، والكرة تذهب إلى ركلة مرمى. كرة تونسية ثم بلجيكية ثم تبقى للمثلوثي، حمزة المثلوثي، عصام جمعة، حسين ناطر، التمريرة خاطئة، حسين ناطر مرة ثانية، حسين ناطر يتقدم، حسين ناطر يمر، ومخالفة للمنتخب التونسي، مخالفة للمنتخب التونسي بعد هذا التوغل من حسين ناطر، لاعب ينشط في الدوري السويسري، متر وخمسة وثمانين سنتيمتر لهذا اللاعب، إمكانيات بدنية جيدة، والكرة التونسية الآن سينفذ هذه الكرة خالد القربي، خالد القربي يستعد، يستعد خالد القربي يرفع هذه الكرة باتجاه فخر الدين بن يوسف، ولكن بعيدة، بعيدة عن فخر الدين بن يوسف، لم نشاهد الشيء الكثير من منتخب تونس على الصعيد الهجومي، شاهدنا فرصة وحيدة ناتجة عن مجهود فردي من فخر الدين بن يوسف طيلة هذا الشوط الأول، طيلة 39 دقيقة التي تكاد تنتهي الآن. كرة تبقى للمنتخب البلجيكي، مروان فليني أراد أخذ الكرة أمام حسين ناطر، لكن الميكيري يضع الكرة في التماس، تماس للمنتخب البلجيكي، المنتخب البلجيكي قلت أنه يلعب
ضمن المجموعة الثامنة في كأس العالم مع الجزائر وروسيا وكذلك كوريا الجنوبية. لن تكون الأمور سهلة بالنسبة لهذا الرباعي في هذه المجموعة. مرة أخرى كرة تبقى للمنتخب البلجيكي الذي يحاول ولكن بدون خطر كبير على المرمى التونسي في هذه الفترة من اللعب. فان بويتن لاعب البايرن ميونخ إلى كومباني. التشكيلة كلها تنشط في الدوريات القوية في الدوري في أوروبا في الدوريات الأوروبية. القائمة التي قدمها مارك فيلموت قائمة 23 لاعبا والتي كان آخر أجل لتقديمها للفيفا هو 2 يونيو الماضي من هذا الشهر. تضم 3 لاعبين فقط ينشطون في بلجيكا وهذه فرصة خطيرة وتمر جانبية. كيفن ميرالاس كاد يسجل في المرمى التونسي اثر هذا الانفراد ولكن الكرة تمر جانبية. خطأ في التمركز من حمزة المثلوثي الذي بقي يتابع من الخلف اللاعب وكان بالامكان لميرالاس ان يسجل هذا الهدف. مارك فيلموت امامكم يتابع المباراة. هذه قسمات وجه مدرب يستعد لكأس العالم. وما أدراك ما كأس العالم، يعني حين نتحدث عن أهمية كأس العالم وأهمية الكرة في العالم لابد أن نتذكر في الأيام الأخيرة أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند زار المنتخب الفرنسي. لابد أن نتذكر كذلك أن الرئيس الكوستاريكي ذهب إلى اللاعبين وبقي معهم لفترة طويلة وأخذ الصور التذكارية. لابد أن نتذكر أنه في البرتغال تم وداع المنتخب ورحيله يعني إلى كأس العالم بعد احتفال رسمي حضره رئيس الدولة. لابد أن نتذكر كذلك أنه في المكسيك رئيس الدولة سلم علم البلاد إلى كابتن المنتخب المكسيكي في احتفال رسمي. لابد أن نتذكر كذلك أن كل هؤلاء الرؤساء كذلك رئيس البوسنة والهرسك يأمل في أن يذهب إلى كأس العالم لمشاهدة منتخب بلاده الذي يشارك لأول مرة. الكرة والسياسة محور كبير في كأس العالم ويؤكد أن الكرة هامة جدا. بينما أوريجي في هذه اللقطة يحاول تمر بسلام أمام المرمى التونسي بعد هذه اللقطة للاعب أوريجي الذي يلعب كرة ثنائية مع إيدن هازار ثم يتقدم وبسرعته يتجاوز أيمن عبد النور. لكن أيمن عبد النور يبقى ثابتا في متابعة هذا اللاعب وكرته تعلو العارضة. فرصة خطيرة للمنتخب البلجيكي الذي بدأ الآن في آخر دقائق هذا الشوط الأول ولحظاته يؤكد أنه يريد أن يسجل في هذه المباراة ويريد أن يطمئن جماهيره على الاستعداد الجيد للمنتخب للشياطين الحمر باتجاه البرازيل 2014. تعود الكرة مرة أخرى إلى حمزة المثلوثي. كرة طويلة إلى فخر الدين بن يوسف تبتعد عن فخر الدين بن يوسف وكومباني بلمسة فنية. ثم هناك ربما مناوشة بين عصام جمعة واللاعب فيرتونغن المدافع الأيسر والظهير الأيسر للمنتخب البلجيكي. يا جماعة مباراة ودية، هي مباراة ودية بين بلجيكا وتونس ليس أكثر من ذلك. لا نريد لهذه المباراة بأي شكل من الأشكال أن تخرج عن النص كما يقولون. يا سيدي سلموا على بعض وتنتهي الحكاية. يلا يا عصام يا ابن الجنوب بأصالة أهل الجنوب وكرم أخلاقهم.
انتهى كل شيء. انذار للاعبين ولمسة من عصام بن جمعة للاعب وينتهي كل شيء، انتهى كل شيء، والروح الرياضية تبقى هي السيدة هذا الموقف. يان فيرتونغن انذار، وكذلك عصام جمعة انذار بعد هذه اللقطة ليس فيها الشيء الكثير، لكن ردة الفعل من فيرتونغن تجاه عصام بن جمعة فيها ربما خروج عن الروح الرياضية، وكذلك ردة فعل عصام بن جمعة حتى نكون موضوعيين وحتى نكون صادقين فيما نقدم للجماهير. كرة للمنتخب البلجيكي، وحسين ناطر يبعد الكرة وتعود الكرة تونسية. انتهاء الوقت الأصلي لهذا الشوط الأول، وكرة من زهير الضوادي إلى الأمام، وحكم المباراة السيد فيكتور كاساي يعلن عن نهاية الشوط الأول الذي طال أكثر من اللازم في هذه المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف بين تونس وبلجيكا في ملعب الملك بودوان. إذا نعود بعد حين إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني من هذه المباراة الدولية الودية في بلجيكا بين بلجيكا وتونس. مشاهدي بإين سبورتس في كل مكان، مرحبا أهلا وسهلا بكم من جديد إلى مباراة بلجيكا وتونس الودية هنا في مدينة بروكسل البلجيكية. الشوط الأول من هذه المباراة انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، شوط أول امتد لفترة طويلة بعد التوقف الناتج عن هطول ونزول كميات كبيرة من الثلوج على ملعب الملك بودوان، بينما هنا نحن ننتظر إشارة البداية للشوط الثاني. فاندن بور إذن يدخل في هذه التشكيلة، فاندن بور في هذه التشكيلة البلجيكية، وكذلك سيدخل رقم 14 أمامنا في هذه التشكيلة وهو اللاعب ميرتنز. مروان فليني يترك مكانه للاعب درايز ميرتنز، بينما فاندر بور رقم 21 يأخذ مكان اللاعب ألدر فيرلد. إذا تبديلان بالنسبة للمنتخب البلجيكي في بداية هذا الشوط الثاني، ذلك ما قرره المدرب مارك فيلموت. أما المنتخب التونسي فيبدو أنه يحافظ على نفس التشكيلة، هذا هو فاندن بور أمامكم، وفاندن بور لاعب يلعب في فريق أندرلخت من الثلاثة لاعبين الذين هم ينشطون في الدوري البلجيكي من جملة الثلاثة وعشرين لاعبا الذين تم اختيارهم من طرف مارك فيلموت لتمثيل منتخب بلجيكا في كأس العالم 2014 في البرازيل. أنتوني فاندن بور 26 سنة لهذا المدافع، متر وتسعين سنتيمتر، وكما قلت لاعب فريق أندرلخت، وسبق له اللعب في الدوري الإنجليزي مع بورتسموث وفي الدوري الإيطالي كذلك مع نادي جنوا. فاندن بور يحاول إبعاد هذه الكرة وخطأ هنا ضد اللاعب بلال المحسني، هذا هو بلال المحسني. بلال المحسني 26 سنة لاعب فريق رانجرز، متر وواحد وتسعين سنتيمتر، من اللاعبين الذين قدموا أداء جيدا في مباراة كوريا الجنوبية في العاصمة سيول، بينما هنا تدخل من اللاعب صيام بن يوسف، تعود الكرة إلى كومباني. كومباني يلعب الكرة إلى الأمام إلى ديمبلي، ديمبلي إلى إيدن هازار الذي لم نشاهد منه الكثير في هذا الشوط الأول الذي مر، وهناك انتقادات كبيرة في بلجيكا لبعض الصحف والمواقع الإلكترونية لأداء هذا النجم الكبير لمنتخب بلجيكا، أقول كبير من حيث الأداء الكروي
ولكن من حيث السن يبقى اللاعب إيدن هازار لاعبا شابا يبلغ من العمر 23 سنة فقط. تعود الكرة مرة أخرى للمنتخب البلجيكي الذي عجز عن هز الشباك التونسية في الشوط الأول نتيجة الالتفاف الدفاعي الجيد والانتشار الدفاعي الجيد للمنتخب التونسي في 45 دقيقة الأولى من هذه المباراة. كرة من كومباني تصل سهلة إلى فاروق بن مصطفى، ابن بن زرت يترك الكرة لركلة مرمى للمنتخب التونسي. ماذا تخبئ للمنتخب التونسي يا جورج ليكينز؟ وماذا يخبئ لك القدر؟ الانتظارات كبيرة في تونس لعودة المنتخب إلى سالف إشعاعه وتألقه، ولا شك أنه كل لاعب يحمل الفانيلا التونسية والقميص الوطني التونسي لابد أن يقدم كل ما لديه، ولا بد أن لا يقتصد في العطاء وأن يكون كريم الأداء وكريم العطاء بلا حدود، وأن تكون له عزيمة كبيرة وطموح كبير للنجاح مع المنتخب التونسي سواء اللاعبين أو المدرب. والطموح قال فيه شاعر تونس الأول أبو القاسم الشابي: أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر. حينما نتحدث عن خطر هنا نتحدث عن ظروف الكرة وعن يعني كل الظروف التي قد تأتي من رحلات إلى إفريقيا ومن تعب ومن تضحيات ومن تضحيات لأجل المجموعة المنتخب التونسي وما إلى ذلك. هذه هي إذا أمكن أن أقول العقلية التي لابد أن تكون عند اللاعب التونسي في المرحلة المقبلة حتى يستعيد المنتخب توازنه وحتى نستعيد ألق وتألق الكرة التونسية. حرام أن المنتخب التونسي يبقى بعيدا عن النهائيات المونديالية في 2010، يعني في آخر اللحظات أفلت الترشح من المنتخب التونسي. في 2014 حكاية طويلة وملف لابد أن يغلق، ولكن يغلق بعد أن نأخذ منه العبر والدروس، لا يغلق هكذا، لأنه إذا أغلق هكذا يعني احنا مواصلين بنفس الطريقة ولا بد أن لا نواصل بنفس الطريقة، لأنه الفشل كان موجودا في تصفيات 2014 بالنسبة للمنتخب التونسي، ولا بد من استيعاب الدرس جيدا. أول شيء لابد أن يقع هو أن ننظر في المرآة ونرى واقعا، لأن هذا هو الخطوة الأولى، وهذه هي الخطوة الأولى لبداية إصلاح حال المنتخب التونسي، النظر في المرآة ولحظة الصدق مع النفس. تعود الكرة للمنتخب البلجيكي في وسط الملعب، هناك خطأ، هذا أمامكم الحكم فيكتور كاساي الحكم المجري، والخطأ من عصام جمعة على اللاعب موسى ديمبلي، والكرة بلجيكية الآن. ديفور يلعب هذه الكرة إلى أوريجي يلعب الكرة إلى فاندنبور ومحاولة، ولكن تدخل للدفاع التونسي في الوقت المناسب والكرة تخرج إلى ركلة مرمى بعد أن أفلتت وابتعدت عن ميراليس في هذه اللقطة الأخيرة. ياسين ميكاري كان موجودا وأقلق اللاعب ميرالاس. 52 دقيقة لعب، فاروق بن مصطفى يلعب هذه الكرة إلى الأمام، تذهب إلى عصام جمعة ضربة رأسية، والكرة في وسط الملعب الآن، تذهب إلى حمزة المثلوثي الآن من فخر الدين بن يوسف. حمزة المثلوثي يسيطر على الكرة مرة ثانية إلى الأمام باتجاه فخر الدين بن يوسف، وتعود إلى صيام بن يوسف، ولكن مقطوعة من المنتخب التونسي. خالد القربي هو الذي لعب الكرة الأخيرة،
ومرة أخرى للمنتخب البلجيكي فان بويتن يلعب هذه الكرة إلى حارس مرماه. هناك ضغط من عصام جمع على الحارس كورتوا، ولكن الكرة تذهب إلى وسط الملعب الآن. تبقى الكرة لفخر الدين بن يوسف، فخر الدين بن يوسف ينطلق الآن، والتمريرة خاطئة لعصام جمعة وتذهب إلى كومباني. تغطية ممتازة من الشياطين الحمر، وتعود الكرة إلى اللاعب فاندنبور. فاندنبور في وسط الملعب، موسى ديمبلي. موسى ديمبلي يغير اللعب إلى الناحية الأخرى. كرة موجودة الآن عند ميرتنز، وخطأ وربما الإنذار إثر هذا التدخل لحمزة المثلوثي أو لخالد القربي. خالد القربي والإنذار في هذه اللقطة الأخيرة، ومناوشة مع ديفور. مناوشة مع ديفور، اللاعب ميرتنز هو الذي تدخل أمامه خالد القربي، وديفور كانت له مناوشة كلامية مع خالد القربي في هذا الوقت من الشوط الثاني. ستيفان ديفور لاعب نادي بورتو، لاعب نادي ستاندار ليج البلجيكي. مخالفة للمنتخب البلجيكي قد تكون خطيرة على فاروق بن مصطفى والدفاع التونسي. ميرتنز سيلعب هذه الكرة. مارتنز الذي دخل في الشوط الثاني. ترايز مارتنز يلعب هذه الكرة، وإبعاد كرة في الوقت المناسب من اللاعب بلال المحسني. إبعاد كرة من بلال المحسني في الوقت المناسب إثر هذا التجمع أمام المرمى التونسي. بيرتونغن سيلعب هذه الكرة للمنتخب البلجيكي الذي بدأ يسيطر على وسط الميدان ويسيطر على المباراة ويشدد الخناق مثل ما نشاهد على المنتخب التونسي في منتصف ملعبه. تذهب الكرة إلى فاندنبور، مرة ثانية لفاندنبور. فاندنبور إلى الوراء إلى اللاعب عميد الدفاع من حيث السن، وهو اللاعب فان بويتن. فان بويتن في وسط الملعب إلى زميله الآخر وهو ديفور. ديفور يلعب هذه الكرة إلى ديمبلي. ديمبلي كرة مقطوعة من حسين ناطر إلى الميكاري. الميكاري يلعب هذه الكرة إلى الأمام، ياسين الميكاري. ياسين الميكاري مرة ثانية إلى عصام جمعة، يخليها لبن يوسف. أوه يا فخر الدين، يا فخر الدين، يا فخر الدين، ننتظر منك الكثير. وكرة تصويبة من حمزة المثلوثي ولكن جانبية. سعيد سيدخل الآن في صفوف المنتخب التونسي. سيخرج خالد القربي. نضال سعيد هو الذي يدخل، لاعب الاتحاد المنستيري في الموسم الماضي. نضال بن سعيد يدخل الآن. نضال بن سعيد يدخل الآن. لاعب شاب، لاعب وسط ميدان، يأخذ مكان خالد القربي المخضرم. وكرة تنطلق الآن لمصلحة المنتخب البلجيكي، لكن مقطوعة من حسين ناطر إلى عصام جمعة. يفقد التوازن عصام جمعة، تعود للمنتخب البلجيكي كرة الآن لأوريجي، لكن هذا الأخير تبتعد عن الكرة وتذهب إلى التماس. حمزة المثلوثي سيلعب هذا التماس للمنتخب التونسي. كرة تنطلق إلى ياسين الميكاري. ياسين الميكاري يتقدم، كرة عرضية من ياسين الميكاري. فان بويتن يبعد هذه الكرة وتعود الكرة للمنتخب البلجيكي، لكن مقطوعة في وسط الملعب من زهير الضوادي. أيمن عبد النور، أيمن عبد النور، تمريرة إلى ياسين ميكاري. ياسين ميكاري إلى عبد النور، والكرة إلى التماس. تماس للمنتخب التونسي. تبقى الكرة لياسين الميكاري، لكن أطنب في المراوغات وبالتالي خسر هذه الكرة. وهجمة معاكسة، لكن تدخل الدفاع يضع الكرة في التماس. مردود جيد
من اللاعب صيام بن يوسف لاعب أسترا الروماني، يضع الكرة في التماس. صيام بن يوسف 25 سنة، متر وتسعة وثمانين سنتيمتر، أبعد الكرة إلى التماس في الوقت المناسب، والكرة تبقى بلجيكية للمرفوعة، وخروج من فاروق بن مصطفى، لكن الخروج غير مدروس جيدا، وبالتالي لو كانت الكرة قد سقطت أمام لاعب بلجيكي لكان لهذه الفرصة نتيجة أخرى ونهاية أخرى. تعود الكرة للمنتخب البلجيكي الآن، تعود للمنتخب البلجيكي الذي يلعب على الأجنحة، وكرة عرضية أخرى باتجاه أوريجي، لكن تبتعد تذهب إلى حمزة المثلوثي. حمزة المثلوثي يضع الكرة في التماس نظرا لإصابة حارس المرمى التونسي فاروق بن مصطفى في اللقطة الأخيرة. هذه هي اللقطة الأخيرة، وهذا هو خروج فاروق بن مصطفى. المحسني هو الذي أبعد الخطر، ويبدو أن فاروق بن مصطفى قد أصيب في يده وأصابعه في اللقطة الأخيرة. حارس النادي الرياضي البنزرتي قلعة الكرة الشامخة في تونس، من القلاع التي نفتخر بها من أيام أجيال وأجيال. البراتلي ويوسف الزواوي والعربي الزواوي والمحواشي ومفرج وخالد القاسمي المجاهد و بورشادة وعلمية في حراسة المرمى وغازي الإمام وغيرهم وغيرهم من اللاعبين، حسني الزواوي، الكثير الكثير، ولا أنسى ولا أنسى صاحب التصويبة التاريخية في 89 التي أهدت النادي الرياضي البنزرتي اللقب الأفريقي، حمدة بن دولات. حمدة بن دولات والهدف التاريخي الذي فتح أبواب الألقاب الإفريقية للأندية التونسية. هذا هو النادي البنزرتي، فريق مدينة الجلاء، المدينة التي ندخلها بجسر متحرك، عبر جسر متحرك، ولكنها تدخل إلى القلب لأن جسور أهلها، جسور المحبة وجسور الأخلاق العالية وكثيرة وعديدة. تعود الكرة لمنتخب بلجيكا، المنتخب البلجيكي يسيطر ولكن لا يسجل في هذه المباراة، والمنتخب التونسي فرصة وحيدة عن طريق فخر الدين بن يوسف. ويا ليت الميكاري أو فخر الدين بن يوسف أو زهير الذوادي يستعملون هذه السرعة لأجل مباغتة المنتخب البلجيكي، لأننا نشاهد في هذه المباراة منتخبا تونسيا يدافع ومنتخبا بلجيكيا يهاجم ولكنه لا يستطيع التسجيل، غير ذلك ليس ثمة شيء آخر. تعود الكرة مرة أخرى إلى فاندنبور، فاندنبور إلى الأمام من فاندنبور، ولكن الكرة مخالفة لفائدة ياسين الميكاري بعد تدخل كيفا ميرالاس. أكثر من 60 دقيقة لعب أحبتي الكرام على بين سبورتس في هذه المباراة الدولية الودية. الأهداف تغيب والفرص الكبيرة والخطيرة تغيب، وميرالاس، ميرالاس يخرج الآن، كيفا ميرالاس، وسيترك مكانه لهذا التبديل الثالث في صفوف منتخب بلجيكا. الشياطين الحمر يقحمون الآن اللاعب ناصر الشادلي. ناصر الشادلي يدخل الآن رقم 22 في هذه التشكيلة. ناصر الشادلي يدخل الآن، ناصر الشادلي لاعب نادي توتنهام، لاعب فريق تفنتي الهولندي سابقا، وكذلك يدخل روميلو لوكاكو مكان أوريجي قلب الهجوم الشاب صاحب 19 سنة. إذن الآن يدخل قلب الهجوم الذي يلعب عادة كأساسي بهذه التشكيلة لوكاكو. لوكاكو يدخل الآن
21 سنة من العمر، لاعب إيفرتون ولاعب تشيلسي سابقا، 1.91 متر لهذا المهاجم الذي دخل منذ حين. كرة للمنتخب التونسي ولأيمن عبد النور الذي نراه هنا يتمسك بهذه الكرة، ومخالفة لفائدته، ثم خطأ ضد عصام جمعة والإنذار لعصام جمعة. نعم، إنذار مستحق والطرد. لماذا؟ لأنه عصام جمعة من خلال تصفيقه وكأن الحكم فهم بأنه عصام جمعة ليس موافقا على هذا الطرد، وبالتالي ليس راضيا على هذا الطرد، وعصام جمعة لابد أن يغادر الملعب بهدوء. إنذار ثاني لعصام جمعة، وبالتالي أيضا يطرد في هذه المباراة، والخطأ واضح، مسك فانيلة اللاعب كومباني، لاحظنا يد عصام جمعة، وبالتالي هذه يد عصام جمعة في فانيلة كومباني، وبالتالي الخطأ واضح وقرار الحكم صريح، وعصام يطرد من المباراة في الدقيقة 64، وما زال يتحدث مع الحكم، لا زال يتحدث مع الحكم، مفروض أن لا يكون ذلك، مفروض أن لا يكون ذلك. نرفز لعصام جمعة حتى جورج ليكينز دفعه إلى خارج الملعب، لأنه لا يمكن للأمور أن تكون بهذا الشكل. نعود إلى المباراة 64 دقيقة، النتيجة التعادل السلبي بين الفريقين. اللاعب يبقى همه الأول، هدفه الأول، مهمته الأولى حتى في عالم الاحتراف، حتى وإن كانت النتيجة مهمة جدا مثلا في مباراة معينة، يبقى الشغل الأول والعمل الأول للاعب هو أن يلعب ويركز على اللعب. نعيدها مرارا، الحكم ومناقشة الحكم والأمور الجانبية هذه لا تسمن ولا تغني من جوع، هذه تسمى ما يمكن أن نسميه لزوم ما لا يلزم في كرة القدم. ركز على اللعب، أفضل لك وأفضل للمنتخب وأفضل للمباراة كذلك، حتى نستمتع بهذه المباراة. كرة تعود إلى فخر الدين بن يوسف. تونس تلعب بعشرة لاعبين في بلجيكا، في ملعب الملك بودوان أمام بلجيكا التي تستعد للمونديال. والميكاري يراوغ، والميكاري يمر، والتمريرة تضيع عن الميكاري، تضيع التمريرة عن الميكاري، والكرة هجمة مرتدة الآن للمنتخب البلجيكي، والكرة تبعد. ناصر الشادلي هو الذي قاد هذه الهجمة، هذا ناصر الشادلي أمامكم، وهو الذي دخل منذ حين، ولكن الدفاع كان موجودا. الدفاع التونسي يقدم في مباراة جيدة اليوم. ناصر الشادلي صاحب 24 سنة كان في اللقطة الأخيرة في هجمة مرتدة، لكن الدفاع كان موجود. تعود الكرة مرة ثانية للمنتخب البلجيكي إلى الوراء، إلى المثلوثي، يقطع الكرة تذهب إلى فخر الدين بن يوسف، فخر الدين بن يوسف، بن يوسف يحافظ على هذه الكرة، كرة إلى الأمام باتجاه اللاعب نضال بن سعيد، ولكن تبتعد عن نضال بن سعيد، وتعود للمنتخب البلجيكي الذي يسيطر على هذه الردهات من المباراة، وكرة إلى فخر الدين بن يوسف، فخر الدين بن يوسف، مراوغة أولى، مراوغة ثانية، ينطلق فخر الدين بن يوسف، ثلاثة مدافعين أمام فخر الدين بن يوسف، أين المساندة؟ أين المساندة من بقية زملائه؟ غياب المساندة، والروج كما يسمونه في تونس، الروج يكسب المخالفة. أحد اللاعبين الذين يتألقون في الدوري التونسي وفي المسابقات الإفريقية مع فريق النادي الرياضي الصفاقسي، فريق اللاعب الجميل والهندسة منذ زمان، من أيام العقربي وعقيد وقراجة ودلهوم وغيرهم من نجوم مدينة عاصمة الجنوب صفاقس وناديها النادي الرياضي الصفاقسي. لكن لا ننسى في صفاقس تاريخ سكك الحديد الصفاقسي وتاريخ الملعب الصفاقسي أيضا. 30 متر بعيدة هذه الكرة،
والكرة عند ياسين الميكاري هو الذي سينفذ، والحارس البلجيكي تيبو كورتوا الحارس الشاب يستعد، وكرة مرفوعة مرت جانبية، ضربة رأسية فوق المرمى من صيام بن يوسف، يتقدم إلى الأمام بقامته الطويلة 1.89 متر، يستغلها وكمنارة كروية، ضربة رأسية من بن يوسف ولكن الكرة تذهب فوق المرمى. حاولوا، تقدموا وحاولوا، شرف المحاولة شرف كبير يبقى، والمبادرة لازمة في مثل هذه الحالات. المنتخب التونسي يلعب بعشرة لاعبين وصامد حتى الآن بعد خروج عصام جمعة. الدقيقة هي الدقيقة 68 والكرة تعود تونسية، تذهب الآن إلى حمزة المثلوثي، حمزة المثلوثي إلى الوراء إلى نضال، نضال بن سعيد، نضال بن سعيد يلعب هذه الكرة إلى حسين ناطر، حسين ناطر إلى المحسني، المحسني إلى أيمن عبد النور، وعبد النور كاد يفقد الكرة، الترويض كان طويلا، والكرة تعود للمنتخب التونسي. زهير الذوادي، زهير الذوادي يلعب الكرة إلى الوراء إلى نضال بن سعيد، نضال بن سعيد إلى الوراء الآن مرة أخرى، تعود الكرة إلى صيام بن يوسف، صيام بن يوسف يلعب كرة إلى حمزة المثلوثي، ينطلق حمزة المثلوثي، ينطلق ويحاول مراوغة أولى، تمريرة إلى فخر الدين بن يوسف، يسقط حمزة المثلوثي، والحكم يبدو أنه يعلن هنا عن مخالفة للمنتخب التونسي، وسيذهب إلى حكمه الحكم المساعد لمعرفة الوضع. لا، مباشرة يعلن عن المخالفة. إذن لاحظوا كيف أن اللاعب البلجيكي اللاعب ديفور هو الذي اعترض سبيل حمزة المثلوثي بطريقة غير شرعية، وبالتالي المخالفة التونسية. زهير الذوادي سينفذ هذه الكرة الثابتة، هذه المخالفة، الكرات الثابتة ممكن أن تكون طريق الخطر الوحيد للتونسيين في هذه المباراة، وكرة تذهب إلى الركنية. منذ خرج عصام جمعة المنتخب التونسي يتقدم أكثر إلى الأمام أكثر مما فعل طيلة المباراة، سبحان الله، يعني بنقص عددي تغيرت الأمور، والمنتخب التونسي أصبح يتقدم إلى الأمام على الجانبين عن طريق الميكاري وكذلك حمزة المثلوثي وأيضا اللاعب فخر الدين بن يوسف. 70 دقيقة لعب باقي من عمر المباراة، 20 دقيقة وضربة رأسية أخرى من نفس اللاعب صيام بن يوسف على مرمى الحارس تيبو كورتوا، ولكن الكرة عالية جدا هذه المرة. هناك تبديل بالنسبة للمنتخب التونسي، رقم 4 أمامنا، سليم بن جمعية يدخل الآن، يخرج زهير الذوادي، سليم بن جمعية يدخل الآن، 25 سنة لهذا اللاعب الذي يلعب في فريق لافال، سبق له اللعب في ريد ستار، وكرة بلجيكية ومحاولة من لوكاكو، ولكن الكرة تبتعد، والدفاع صامد حتى الآن، وأيمن عبد النور يبعد الكرة، والتماس للمنتخب التونسي. الدفاع التونسي قدم مباراة جيدة حتى الآن، نتمنى أن يواصل ذلك. مارك بيلموت لم يجد الحل لهذا الدفاع التونسي، لاعب فريق ستاندار دولياج سابقا، لاعب فريق شالكي الألماني وبوردو الفرنسي، لم يستطع هذا الرجل إيجاد الحل لهذه الصلابة الدفاعية التونسية، وهو الذي يعرف الأجواء الدولية الكروية جيدا، بحكم أنه هذا اللاعب السابق والنجم السابق مارك فيلموت كان لسنوات طويلة نجم الشياطين الحمر منتخب بلجيكا، لعب 70 مباراة دولية، سجل 20 هدفا، منها هدف ضد تونس في مونديال 2002،
في كوريا الجنوبية واليابان، وهو أول مونديال آسيوي نظمته القارة الآسيوية بشراكة بين بلدين اليابان وكوريا الجنوبية. في 2022 سيكون المونديال آسيويا كذلك هنا في دولة قطر بمشيئة الله، وستكون قطر أول دولة عربية تنظم كأس العالم بعد أن كانت جنوب إفريقيا أول دولة إفريقية نظمت كأس العالم، وكان للراحل الزعيم الراحل نيلسون مانديلا دور كبير، كان له دور كبير في إقناع العالم بأن كأس العالم لابد أن تكون لجنوب إفريقيا. كرة تعود مرة ثانية للمنتخب التونسي ولكنها تذهب إلى التماس. ياسين المكاري لم تكن كرته جيدة، لم تصله الكرة جيدة من أيمن عبد النور. 74 دقيقة لعب، سيدخل الآن اللاعب الشاب جانوزاش زانوجاش عدنان جانوزاش. إذا عدنان جانوزاش يدخل الآن، صاحب 19 سنة، لاعب المانشستر يونايتد من مواليد مدينة بروكسل، طوله 1.82 سنتيمتر هذا البديل. كرة تذهب إلى لوكاكو ولكن يجد أمامه صيام بن يوسف العتيد في هذه المباراة. كرة إلى بن مصطفى، فاروق بن مصطفى، اهتمام كبير بالمباراة، الجماهير البلجيكية جاءت بأعداد غفيرة لوداع منتخبها قبل الرحيل إلى البرازيل وقبل بداية المهمة المونديالية في البرازيل. المثلوثي أمامكم، والمنتخب البلجيكي حتى الآن متعادل مع المنتخب التونسي بدون أهداف. بلجيكا ستلعب في المجموعة الثامنة أمام المنتخب الجزائري الشقيق وأمام المنتخب الروسي الذي أصيب قائده لاعب الوسط وبالتالي خرج من قائمة 23، والإصابات عديدة وعديدة جدا قبل هذا المونديال. فاندرفارت فالكاو الكولومبي، فاندرفارت الهولندي، مونتيليفو الإيطالي، فرانك ريبيري الفرنسي، جرونيي الفرنسي، موندوندا الفرنسي حارس المرمى الذي خرج من مدة طويلة قبل بداية الاستعدادات النهائية لهذا المونديال. الكثير من اللاعبين خرجوا من حسابات كأس العالم، بينما هذه تصويبة من اللاعب البديل ولكن الكرة تذهب إلى خارج المرمى. عدنان يصوب ولكن كرته فوق العارضة، بينما فخر الدين بن يوسف سيترك مكانه الآن لأحد زملائه في التشكيلة التونسية. حمزة يونس إذن هو الذي يأخذ مكان فخر الدين بن يوسف. حمزة يونس من النادي الرياضي صفاقس يأخذ مكان زميله ورفيقه وصديقه فخر الدين بن يوسف. أذكر بأن المنتخب البلجيكي سيلعب في المجموعة الثامنة، مباراة الأولى تكون مع المنتخب الجزائري الشقيق في 17 يونيو 2014 في مدينة بيلو أوريزونتي، ومدينة بيلو أوريزونتي ستحتضن مقر إقامة ميسي والمنتخب الأرجنتيني. ثم المنتخب البلجيكي يذهب إلى ريو دي جانيرو وسيلعب في الماراكانا الملعب الشهير في 22 يونيو أمام منتخب روسيا،
ثم بعد ذلك ينهي الدور الأول في 26 من يونيو 2014 حينما يذهب إلى ساو باولو المدينة المزدحمة ويلعب هناك أمام كوريا الجنوبية. هذه هي مباريات المنتخب البلجيكي في كأس العالم. بينما من الناحية الأخرى المنتخب التونسي يستعد لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2015 وهي النهائيات التي ستدور بالمغرب الشقيق ما بين 17 يناير إلى 8 فبراير 2015. بينما هنا هجمة معاكسة والدفاع يتدخل وحسين ناطر الحكم يقول بأنه قد عرقل اللاعب ميرتنز وبالتالي خطأ للمنتخب البلجيكي بعد هذه الهجمة السريعة للاعب ميرتنز. المنتخب التونسي في التصفيات سيلعب في المجموعة التي تضم مصر والسنغال والفائز ما بين منتخبي سيراليوني والسيشل. لن تكون الأمور سهلة ولم تعد الأمور سهلة في القارة الإفريقية مهما كان المنافسين ومهما كان المنافسون، فإن المنتخب التونسي مدعو. كرة جانبية واحدة من أصعب الكرات على الحارس فاروق بن مصفى وتصويبة تمر جانبية من الجانب البلجيكي، ربما هي أكبر فرصة للمنتخب البلجيكي عن طريق فيرتونغن. فيرتونغن يلعب هذه الكرة وهذه الكرة تمر جانب القائم الأيمن لفاروق بن مصفى. قلت بأن الأمور لم تعد سهلة أبدا في قارة إفريقيا سواء تصفيات مونديالية أو تصفيات كأس أمم إفريقيا، لم يعد هناك يعني مقارنة بين ما كان وما أصبح عليه الوضع في الكرة الإفريقية التي تقدمت كثيرا. يمكن أن يكون المنتخب من بلد متواضع المستوى على الصعيد المادي أو على مستوى التقاليد الكروية العراقة أو على مستوى اللاعبين الذين ينشطون خارج البلد، ولكن لا لتساهل أي منتخب إفريقي. يعني الذين يتحدثون عن المنتخبات الإفريقية، هذا منتخب ضعيف وهذا منتخب قوي وهذا منتخب ممتاز وذاك منتخب يعني متواضع الإمكانيات، هذا الحديث لم يعد له بد في هذا الزمن. الآن في هذا الزمن لابد من التجهيز جيدا لكل منتخب إفريقي تواجهه الفرق العربية سواء مصر أو الجزائر أو المغرب أو تونس أو ليبيا أو موريتانيا أو أي بلد عربي في القارة الإفريقية. هكذا لابد للأمور أن تكون حتى تبقى هذه الفرق العربية متألقة. والواقع لا شك أنه قد أعطى للمنتخب التونسي الكثير من الفرص لتجربة ذلك ولمعرفة القوة التي أصبحت عليها منتخبات إفريقيا، حتى التي خنا لفترات معينة وفي فترة سابقة أنها منتخبات بين ظفرين بين معقفين، منتخبات متواضعة أو بدون عراقة كروية. أكثر من 80 دقيقة لعب أحبتي الكرام، المنتخب البلجيكي في آخر محاولاته في العشر الدقائق الأخيرة أمام المنتخب التونسي الذي يلعب بعشرة لاعبين منذ خروج اللاعب عصام جمعة. وكرة خطيرة، كرة خطيرة، ولكن الدفاع التونسي يضع هذه الكرة في الركنية. النتيجة دائما التعادل السلبي بدون أهداف، لكن الضغط البلجيكي يزداد مع مرور الدقائق والكرة من جمعية وضعها في الركنية والركنية بلجيكية والكرة تبعد الآن عن طريق اللاعب حمزة يونس. تعود الكرة للمنتخب البلجيكي، أيمن عبد النور يبعد هذه الكرة إلى الميكيري. ميكيري ينطلق الآن الميكيري، ولكن الكثرة تغلب الشجاعة وتعود الكرة بلجيكية وتصويبة. تصويبة لمسها الحارس فاروق بن مصطفى وانزلقت بين يديه نظرا ربما
حالة الميدان بعد تهاطل الثلوج، ومثل هذه الكرات قد تكون خداعة لحراس المرمى، وكل كرة تلامس عشب الملعب قبل وصولها إلى حارس المرمى هي في قاموس كرة القدم كرة خطيرة. محاولة، هل هو هدف أم لا؟ من أين دخلت الكرة؟ الحكم يقول ليس ثمة شيء، ومارتنز يتساءل ويوجه سؤاله إلى الحكم المساعد الذي رفع رايته، ولكن الكرة خرجت حسب إشارة الحكم المساعد، وبالتالي فإن الكرة ستكون ركلة مرمى للمنتخب التونسي. لكن يا ياسين يا ميكاري، لابد أن تبقى يقظا، وهذا انذار للاعب حمزة المثلوثي. فيرتونغن أصيب في هذه اللقطة الأخيرة، وحمزة المثلوثي بكل روح رياضية يطلب الاعتذار من اللاعب البلجيكي حمزة المثلوثي. ممتاز أن يكون اللاعب بهذه الروح الرياضية وبهكذا مبادرة إلى الاعتذار وقت اللازم. نزار خنفير مع جورج ليكينز، كرة تبقى للمنتخب البلجيكي، 84 دقيقة لعب. تونس لم تنهزم، لم تخسر حتى الآن في المباريات الودية التي لعبتها، لعبت أمام كولومبيا في مارس الماضي في برشلونة وتعادلت هدف لهدف، لعبت أمام كوريا الجنوبية في سيول في 28 من مايو الشهر الماضي وفازت بهدف زهير الضوادي، واليوم متعادلة برغم هذا الضغط الكبير في هذه اللقطات والفرص الأخيرة. فاندنبور كاد يسجل الهدف الذي انتظره الجمهور هنا في ملعب الملك بودوان طيلة المباراة، ولكن كرته الرأسية ذهبت جانبية من ألطاف الله على حارس مرمى المنتخب التونسي وعلى المرمى التونسي. 85 دقيقة لعب، صمود كبير من المنتخب التونسي في هذه المباراة، يلعب بعشرة لاعبين. عصام جمعة طرد من المباراة في الشوط الثاني والفريق يلعب بعشرة لاعبين فقط. كرة تذهب الآن إلى المحسني، وخطأ لفائدة بلال المحسني. هذا هو بلال المحسني، يلعب في رانجرز كما قلت، 26 سنة من العمر. المنتخب التونسي افتقد اليوم خدمات وسام بن يحيى الذي كان أساسيا في لقاء كوريا الجنوبية، لكن ربما إصابة اللاعب هي التي جعلت المدرب جورج ليكينز والجهاز الطبي لا يشركان اللاعب وسام بن يحيى، لاعب مميز ينشط في الدوري التركي لكرة القدم، وسابقا كان نجم النادي الإفريقي التونسي. تعود الكرة مرة أخرى إلى اللاعب فاندنبور، فاندنبور إلى الوراء الآن، ومحاولة بلجيكية، محاولة عن طريق اللاعب ديفور، ديفور يحاول لاعب بورتو، ولكن الدفاع التونسي موجود. حسين ناطر يقدم في مباراة مميزة على الصعيد البدني، مميزة على الصعيد البدني. ليتني أعرف كم ركض هذا اللاعب، لأنه في وسط الملعب حسين ناطر كان في كل مكان، لاعب سانت كالين السويسري، والجماهير تدفع هذا المنتخب إلى الأمام، وبالنصف يتدخل والدفاع، والمحسني يبعد الكرة، بينما بالمصطفى يبدو أنه أصيب في اللقطة الأخيرة. لابد لبالمصطفى حينما يخرج لملاقاة مثل هذه الكرات أن يضرب الكرة بالبوكس على الجانبين، هكذا تقول يعني مبادئ كرة القدم. حارس المرمى حينما يخرج للكرات العالية والعرضية لابد أن يضرب الكرة بالبوكس إما على اليمين أو على الشمال، لا يعيد الكرة
إلى وسط منطقة الجزاء أو إلى خط منطقة الجزاء الذي يقابل المرمى. يعني كان مميزا في هذه الكرات المختار النايلي، ونحن نحيي المختار النايلي حارس تونس في الأرجنتين 78. ولكن هنا إذا أرسلنا هذه التحية إلى المختار النايلي فلا بد أن نرسلها كذلك إلى شكري الواعر حارس تونس لسنوات طويلة، ولا بد أن نرسلها كذلك إلى زعيمهم الذي علمهم السحر في حراسة المرمى في تونس الصادق ساسي عتوقة، الذي لم يلعب في مونديال 78 في الأرجنتين، ولكنه كان الحارس الذي كانت له اليد العليا في وصول تونس إلى الأرجنتين عام 78، ولعب في المنتخب الإفريقي في بعض المباريات الاستعراضية، كان في منتخب إفريقيا في فترة ما، ثم هو الحارس الرمز في تونس وحارس النادي الإفريقي. كرة تعود مرة أخرى للمنتخب التونسي، يبعد الخطر المنتخب التونسي. الصادق ساسي عتوقة حارس كبير وأيضا حارس له سيطرة كبيرة خاصة على منطقة الجزاء. يعني عتوقة وجول، جول لمنتخب بلجيكا عن طريق اللاعب ميرتنز الذي دخل في الشوط الثاني، يسجل في الدقيقة 89، يسجل في الدقيقة 89 ميرتنز في ظل النقص العددي لمنتخب تونس. كنت سأتحدث عن عتوقة وعن تحكمه في منطقة الجزاء وتعليماته التي يسمعها وتسمعها كل الجماهير حينما يبدأ بإسداء تعليماته إلى المدافعين، وفي هذه اللقطة مدافعي المنتخب التونسي سرعة اللاعب ميرتنز تتجاوزهم، وبالتالي الهدف الوحيد في هذه المباراة لبلجيكا. بلجيكا تريد أن تودع جماهيرها على نوتة إيجابية، على بانتصار معنوي يرفع المعنويات قبل المونديال، بينما يبدو أن فاروق بن مصطفى يواصل المباراة ولكن بألم نتيجة لإصابته. درايز ميرتنز في الدقيقة 89 أمام تونس التي تلعب بعشرة لاعبين والتي تراجعت في الدقائق الأخيرة كثيرا، والتي قبلت اللعب كثيرا كثيرا في هذه المباراة. ميرتنز يسجل الهدف الوحيد الذي سيجعل نهاية هذه المباراة نهاية توديع للجماهير لمنتخبها في ظروف جيدة وبمعنويات مميزة هنا في ملعب الملك بودوان في انتظار أول مباراة لبلجيكا في مونديال البرازيل 2014. الحكم المجري ينظر صاحب الهدف الوحيد ميرتنز. نلعب في الوقت بدل الضائع. بلجيكا تودع جماهيرها اليوم بهذا الهدف لميرتنز، هدف يعطي للفريق شحنة معنوية كبيرة قبل انطلاق المونديال، بينما تونس تواصل استعداداتها لتصفيات كأس أمم إفريقيا. هنا لوكاكو يخرج ويبدو من خلال خطواته أنه مصاب، والسؤال الذي يطرح وهو الذي دخل في الشوط الثاني وخرج الآن بعد فترة قصيرة، هل أن لوكاكو سيقدر على أن يكون في المونديال أم أنه سيكون من ضحايا الغيابات الأخيرة والمفاجآت غير السارة؟ روميلو لوكاكو وأكسل ويتسل يدخل الآن. أكسل ويتسل لاعب زينيت سان بيترسبورغ 25 سنة، وهنا نلاحظ لوكاكو على أرضية الملعب زمن الإصابة، بينما الميكاري يخرج ويدخل مكانه شادي الهمامي. شادي الهمامي لاعب نادي الكويت الكويتي، يلعب في نفس الفريق هو وعصام جمعة. شادي الهمامي لاعب وسط ميدان، وكرة طويلة للمنتخب التونسي
والركنية للمنتخب التونسي في واحدة من آخر كرات هذه المباراة. المحسني يتقدم إلى الأمام، وكذلك سيام بن يوسف. بلال المحسني وسيام بن يوسف لاعبي محور الدفاع، قامة طويلة لكل منهما، واللاعب حمزة المثلوثي ربما قد ينفذ هنا آخر كرة في المباراة للمنتخب التونسي. فرصة أخيرة للمنتخب التونسي في هذه المباراة الودية، والضربة الرأسية من المحسني، وكامبوني يبعد هذه الكرة، والمحسني مرة ثانية، والتصويب الآن فوق المرمى، فوق المرمى من بن جمعية. كرة، لاحظوا هذه الكرة للمحسني، ولكن ابتعدت، وفي النهاية التصويب فوق المرمى، والحارس تيبو كورتوا تابع هذه الكرة الأخيرة في نظري وحسب اعتقادي في هذه المباراة الودية بين تونس وبلجيكا. تونس التي دافعت كثيرا والتي قدمت مباراة دفاعية على الصعيد الدفاعي جيدة، ولكن المنتخب التونسي ينتظره عمل كبير، عمل كبير ينتظرك يا جورجيا ليكينز في وسط الميدان، وخاصة في صنع الفرص وفي التنشيط الهجومي، حيث تبقى تلك هي المعضلة الكبرى لهذا المنتخب الذي يستعد لكأس أمم إفريقيا 2015، بينما البلجيكيون يودعون هنا ملعبهم، ملعب الملك بودوان، وجماهيرهم على نوتة إيجابية وبمعنوية مرتفعة. أحبتي الكرام، شكرا لكم على المتابعة، ونلتقي إن شاء الله في مواعيد رياضية كروية أخرى دائما على قنواتنا بي إن سبورتس.